السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اقتباس من بيان كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ 21 من شهر سبتمبر لسنة 2019. البيان بعنوان: إلى كل مؤمن بالله يعتقد أنه من أنصار الله ومحمد عبده ورسوله. ويا معشر الفلسطينيين المجاهدين، لئن نصركم الله على الجيش الصهيوني فتراجع كسرا أو مكرا، فإياكم ثم إياكم أن تصلوا صلاة النصر في المسجد الأقصى ولا على مقربة منه، كون مكرهم بوضع المتفجرات تحت المسجد الأقصى منذ زمن، وذلك لئن انتصرتم عليهم فهم يعلمون أنكم سوف تتوجهون لصلاة النصر في المسجد الأقصى، فمن ثم يدمرونه بديناميت المتفجرات من تحته تدميرا، فتجعلكم أشلاء كافة المصلين صلاة النصر من بعد الانكسار دحرا أو مكرا. فاحذروا حتى تستخرجوا أطنان المتفجرات من تحت المسجد الأقصى حتى لا يتحول النصر، لئن نصركم الله إلى هزيمة فلا تخالفوا الأمر. انتهى الاقتباس.